ابني رد علي. شو بدك؟ أنا عندي حاجة. اي طيب قلي شو اللي محتاجه. فهم علي يا ابني، انتو صار لكم ربطيني هون وقت طويل وأنا عم اتمالك حالي، بدي اروح على الحمام هلأ. ما رح تطلع من هون، فلا هيك لا تواخذني. ابني شو أنا عم قلك؟ طلعني لبرا ومشيني مثلا، بدي روح على الحمام بس. لا يعني لا. خود. ايه معناتها لازم تفكلي ايدي ورجلي مشان اقضي حاجتي. يلا. ألو أرهان، هاد أنت بابا؟ إيه أنا. أنت وين؟ قلي حالياً. ما بهم وين أنا يا ابني، قلي وين أنتو بالمعرض وخضر وين؟ لا بابا بالفندق، صار انفجار من شوي وهو بالمشفى. وين أنت؟ حدا مات شي؟ ما منعرف لسه. أنا وكمال هلأ رايحين على المشفى، انت قلي وينك مشان نجي لعندك. انتو قلولي وين صرتوا يا ابني، سؤالي مانو فضولي. انا تصاوبت بايدي، بدي روح على المستشفى اللي هن موجودين فيها. أزلام طلع بعيوني بنتي، ليكني جنبك. ما تخافي، ايه انت منيحة، انت منيحة بنتي، لا تخافي.
أنا منيحة أخي خضر. إيه منيحة، طبعاً منيحة، طبعاً أنت منيحة. بابا إجا قلب أصلاً. أوزلام منيحة؟ إيه هي منيحة، لا تخاف منيحة. بعتذر لأني خليتك تعيشي هاي القصص. قالوا إنه ما صار شيء لأي حدا بالفندق، مزبوط؟ مزبوط، الكل بخير اطمني، وعمي خضر منيح بفضلك، رح تكوني منيحة. لا تخلي أمي تعرف. إيه تمام، رح أقلها إنك مشغول اليوم بسبب وضع الفندق، بعدين منحاكيها سوا بس تتحسني. خلص تمام، انت اطلعي لبرا. عندي عمليه صغيره كتير، رح ننظف كل الشظايا، ما في شي بيخوف ابدا، رح نبلش فورا. اذا بدك كون معك بجي. رح اضل دائما. بابا ليك، في قطعة إزاز بإيدك، لو سمحت نام على التخت وارتاح لحتى يجوي إيموه. منيح لسه قطع أبوك موجودة يا ابني، شو بدك أكتر؟ قلب أصلاً وين عرف إنه في قنبلة بقلب الغرفة؟ انتو وين كنتو؟ نحن كنا سوا أخي خضر، وكمان خمننا وجود قنبلة بغرفتك بعد الحكي اللي قالته أوزلام. نحن كنا بالفندق، يعني ليش قالت إلكون مو قلنا؟ هي غالباً انتبهت إنه في شخص دخل شنطة من دون ما يمررها على الأمن، وبعدين هي شافت بالكاميرات على أي طابق طلع، ولما شافت ما نزل ولا بطابق اتصلت بقلب أصلاً، قالت إنها شكت فيه. شوف هالقصة، الفندق مليان رجال وأمن، وبنت لحالها هي اللي أنقذت حياتنا. سلامة قلبك ريس. الله يسلمك. كيف صار هالشي معكم أخي؟ شو رح تعمل؟ ما فهمت عليك. اللي صار مثل ما صار، عم تسألوني إلي كيف صار اللي صار؟ الحق معك أخي، شو ما قلت؟ إيه طبعاً معي حق، البنت كانت حتموت بسببي أنا يا الياس. هلأ حكينا ريس، منشكر الله وضعه تمام. منيح إنه في أمور منيحة، منحمد الله عليها. انتو شو عملتو؟ شو فينا نعمل يا أخي؟ بعد ما طلعنا من الفندق رجعنا بسبب صوت القنبلة واجينا لهون فورا. سأل عن طوفان الياس، عن طوفان. خبر تاني منحمد الله عليه، طوفان آغا أنقذ روحه، تيكين حكى مع أورهان، هرب وقوص على الكل، هو جاي لهون هلا. يعني الأولاد قالوا إنه متصاوب، بس طالما جاي بالسيارة لوحده ما بظن في شي خطير. هالزلمة ضربنا كلياتنا، مستوعبين انتو؟
ضربنا، حتى كمان كلمة ضربنا قليلة. الغلط غلطي. شو علاقة هالشي فيك؟ نحن غلطنا. لا لا، غلطي أنا. هنتو للزلمة واستصغرتو لعدوي، قلت له ليش مو اسمك غبي؟ أنا بستاهل هذا الشي. وين كنت يا ظفر؟ شو ما قلت لك ما في فايدة، بس رح صلح غلطي بأي طريقة. هلا عم اسأل كيف رح تصلحه، قلي. بس احكي مع الرئيس صلحه. مين هالدبدوب يلي جاي معك؟ أوندار ابن دورتي بالجيش، رفيقي من زمان. شو يعني ابن دورتك؟ بس احكي له للرئيس الياس، رح خبركم بالتفاصيل كلها. ايه تمام ظفر. تعال معي أخي. زلمة الغموض يلي ماله داعي هو ارتكب غلط، مين منكم بيعرف كيف رح يبرر غلطه هلأ؟ فخري بلا ما تورطه للزلمة، لأنه كلياتنا ما في داعي إلنا، كلياتنا كنا هنيك. يعني لولا هديك البنت كيف كنا رح نطلع بوش أمنا خيرية؟ ما كنا رح نقدر نطلع، وحتى أنا كمان كنت رح اختفي من الوجود دغري وما كنت بشوفها لخديجة. هاي تضحية كبيرة بالنسبة لواحد مثلك. فخري أنا عم اتساءل عن هاد ابن دورة الصديق ظفر، رايح حتى شوفه. يا ريس، أوندار ترك الشغل مسرح الجريمة. شو يعني ترك؟ أنا دقيق شوي الياس بيك، ولأنه دققت زيادة فتم إبعادي. يعني خليني أشرح لك. قال لهم صديق أوندار اسمحوا لي أفحص ماهية القنبلة وشو منشأها. بس نحن منعرف أساسا مين حط القنبلة يا صديقي ظفر. منعرف اللي لهانا يا تكين، وما منعرف مين اللي حط القنبلة وشو منشأها. قال لي انت بتفهم بأمور القنابل؟ بفهم منيح رئيس. ايه انتو روحوا شوفوا وفحصوا بعدين خبروني فورا. انا لازم شوف كل التسجيلات يلي على الكاميرا، حضرهم كلهم ظفر. عطيت تعليمات للست جيمري رئيس، راح تكون بين ايديك. يلا أوندار، الموضوع كتير ساخن. ايه لسه الامر ساخن. عمي مو شغل ذكي. اتصل فيني أونال وقال لي زيدوا التدابير، بدهم يقتلوا عمك خضر. مقصود هو مسعود. وأونال ليش لا يتصل فيك مو فيني انا؟ لانه أنا قلت لأونال يلي قلت لي إياه، خبرته إنك قلت لي بلشت الاغتيالات بالترتيب، بعدين هو التقى بمسعود. بس بصراحة أنا مو متوقع هيك شي أبدا. يا ابن عمي هي حرب علنية، يعني هاد هالزلمة استخباراتي أو مافيا؟ أنت بعمرك سمعت عن مافيا فجرت قنبلة بفندق يا ابني؟ هاي كل المسألة، خلوا زكي يتورط ويقول أنا يلي عم دير كل هاي اللعبة. يلي كان بدي إياه إنه يقبل يدير كل هاي اللعبة قبل هلأ، وبده يقبل إنه مو قدران يقتلني وراح ينتظر دوره. دخلوني لجوا، يلا دخلوني دخلوني. خضر أنت منيح أخي؟ أخ إيه صرت منيح. أنت منيح؟ إيه منيح. لو أني قدرت أنهي أمرهم قبل بشوي ما خليتهم يفجروا هالقنبلة بالمرة.
قال لك انه حيعملها؟ ايه قال لي. انا رح اقاطع حديثكم لانه لازم نطالع هالرصاصة. نحن لساتنا بالمستشفى، ما رح اموت يا ابني. سلامتك خضر. قالكن مكانه لزكي؟ ايه هو قالنا اخي، بيكون خورشيد وفخري على الطريق. مين اللي انقذ طوفان؟ انقذ حاله اخي. يعني قوص كل هدول الرجال وهيك هرب لحاله؟ والله متراجع أداك يا طوفان. بالعادة ما بيترك أغبياء. جازوا حالكم، رح نروح من هون. أنا مشغولة ماما، لا تخافي علي، رح أحاكيكي بكرة. شو جاهزة؟ على شو أخي؟ أنا عندي كتير أعداء، ولهالسبب قررت أني ما عاد فارقك. مين رح يحميني بعد هلأ؟ لا لا تقول هيك. ليكي أمي رح تعتني فيكي أكتر من هذا المشفى، مو هيك البصلان؟ ما حدا بيعتني مثل ستي. كيف بروح بهالحالة؟ جبت لك كم غراض. رح نستنى برا. نحن اللي صنعنا هالوحش بإيدنا. وقت كان زكي عم يقتلنا كان عم يخطط لشي كبير من ورا ظهرنا. خضر، لو قلنا نطلع لفوق كان فجرنا كلنا سوا. لما قال زكي رح نفجركم كلكم كان عم يعرف شو قصده. ما لقى يعمل عملته غير هلأ، لو عملها من يومين كنا رح نبوسه من بين عيونه. اللي تحسين وينه؟ هو جاي على الطريق. ولك موسى فعلا كان معك حق باللي قلته. بأي موضوع يا بهزات؟ هو موضوع واحد، لما قلت انه زكي هو الأزكى بين اخواته بعيلة سيفري، واللي قلت عنه انه ما رح يخالف كلامنا كان على وشك يفجرنا هلا ويقبرنا كلياتنا. معلم، ممكن تسمح لي بشغله؟ انا بدي راقب اولاد اخته لزكي اذا سمحت. برايي زيكو عاندنا كلياتنا سوا، رح يعترف هلا بابن اخته. مع العلم طبعاً نحن منتحمل ذنب. وبرأيي كمان أساساً مين طوفان حتى نسمح له لسيفري يطلع وهو يضل عم يلوح بإيديه على أساس بدنا نحميه؟ كيف قبلنا بهالشي؟ إيه نحن استهزأنا بحكيه، يعني هذا اللي لازم نعمله حالياً. وشو اللي لازم نعمله؟ شخص قلت له انه يراقب زكي لما يطلع، معقوله يجي ويقول ضيعنا اثره ويقعد قدامي هيك؟
اجا تحسين اخي. شو صار؟ شفت مسعود؟ ايه شفته ابن عمي. شو قال؟ قال اذا ما بتطلعوا عن امره عندكم فرصه لحتى تعيشوا من جديد، والا ما راح يبقى بالساحه لا طاوله ولا حتى كرسي ولا حتى انسان يقعد عليها بكره. قول شو هو شرط مسعود؟ ما سمعتي؟ شرطه للزلمة إنه نحنا ما نطلع عن أمره أبداً. إيه تمام أخي. معناها شو هو أمره؟ هو القضاء على عائلة شاكر بيلي. بهالبساطة؟ يعني أنا مثل مشايف هالعرض مانو سيء، وكمان فرمان هيك رأيه بهزات. عندهم قوة ينفذوا هنن هذا الشيء. ليش لحتى تصير عائلتنا مرتزقة لأي حدا؟ هلأ ما عندك شي تروحي تعملي مثلاً سلطة أو ملوخية؟ جعت أخي؟ لا بس بفضل تروحي تشتغلي بشي تاني. فرمان أعطيني تليفوني. بمين رح تتصل؟ بما أني فاضي قلت بهتم ببعض الأمور وبتصل بخضر. وشو اللي رح تقله يا؟ بقله راح الشر عنك، يعني ما لازم نحكي باللي قاله تحسين هلأ يا بهزات. يعني بفهم إنه نحن رح نرفض عرض المخابرات ورح نروح نتعاون مع عائلة شاكر بيلي. أخي ليك بهزات، أنا بتعامل مع الكل وما حدا بيقدر يأمرني أبدا. وانت فهمت هالشي يا ابن عمي؟ ما رح يصير غير اللي بتقوله يا حشمت. ما في أي أهمية لنجاة خضر من الموت. أنا عم بعطيكم كلكم فرصة. عطيت طوفان كمان. وما في أهمية نهائيا لنجاته. يعني يا أما بتكونوا معي أو منقضي عليكم عاجلا أم آجلا. هلأ يا زكي لا تشن حرب على شخص واحد. بعرف عندك مجموعات عم تدعمك واقفة وراك، بس لازم ما تنسى انه في طاولة كمان قدامك. تركنا من الطاولة هلأ يا فؤاد، جاوب على سؤالي. شو عرضك يا زكي؟ شفت؟ صديقي القديم رأفت لا بيلف ولا بيدور. عرضي هو إذا أنتو كنتوا معي أنا رح شارككم بالدولارات اللي خافية قلب أصلاً، بس وعدت المجموعات اللي حكى عنها فؤاد من شان الأسلحة لهيك ما في يشارككم فيها.
أنا رح أخذ نصها والنص الثاني رح تتشاركوه أنتو بالتساوي. زكي، المصاري اللي عم تحكي عنها مصاري مرعبة، ما بيتركوها لا لإلك ولا لإلنا. موافق ولا لا يا فؤاد؟ يعني حضرتك مثل ما عم تقول، إذا قلت لك لا رح يقضي علي أساساً. بظن ما فكرت بالنص من شان حالي بس، هذا ابن عمه تحسين بيحب المصاري، وأصلاً هو قضى كل عمره بين تجويفات الحطب، راح يسمع عرضي بعد هذا اليوم تماماً. الياس، ما كان في غير الشرطة بهداك المكان، وأساساً ما سمحوا لنا ندخل. كانوا عم يجمعوا جسس كتيرة، واحتمال كبير كانوا الرجال اللي قتلون طوفان. يعني برأيي ما بقى حدا يروح لهنيك. لوين بيروحوا هدول؟ ما حدا بيعرف؟ ايه في حدا، عائلة فشلي بيعرفوا. ايه اتصل بأمور واسألها، طالما البنت بتتصل دائما وبتنقذ حياتك كمان. لا يا الياس، أنا ما خبرت أنه بتنقذ حياتك، خبرت وقلت الله يسلمها، بس هي فضلت الياس على الرغم من رأي عيلتها. ايه طبعا، أساسا اختلف كتير هلأ كل شي يا صهر، يسلمه. طالما الموضوع مهم لا تكابر هيك. معك حق أختي خديجة، تعرفي بطبيعة الحال حياتنا بإيد النسوان، حبيبة قلب أصلان هي اللي بتنقذ حياة أخي، وأخت بهزات هي اللي بتنقذ حياتي، مو هيك؟ عم تقول هيك الياس؟ بس كمان أوزلام كانت أخت جينكيز، تشابهت أقدارهم. شو بدي أقول يا صهر؟ البنات ولا أخواتهم يا عمي؟ لا تحكي حكي فاضي. يا اللي أبوك وينه هلأ؟ كان برا على البلكون عم يحكي تليفون. طيب مع مين عم يحكي؟ برأيك هلأ هذا السؤال بتقدر تسأله يا لأبي يا عمي؟ بسأله. شو يلي بتسأله الياس؟ كنت رح أقول أخي إنه الصهر والباقي قالوا ما كان في حدا غير الشرطة بمكان عائلة سيفري. منيح، لازم نلتقي بحشمة وبهزات. اتصل أخي؟ لا ما في داعي، اتصلت وهنن بانتظارك. ليش حتى ينتظروني؟ أكيد مو مشان شي منيح يا الياس. طبعا لا، بس بما أنك حاكيتهم لو قلت لهم هنن يجوا، ليش لحتى نروح نحن لعندهم؟ تعال قلب أصلاً، عود هون. الرجال اتصل وقال لي بيجي بتطمن عليكم، فقلت له لا الياس بيجي وبيعرف شو حكوا هدول اتنين تحسين ومسعود، وبنتحرك سوا على هذا الأساس. خال، أساساً أكيد بيعرفوا وين رح نلاقي آل سيفري، يخبرونا ونحن قبل الصبح منروح ومنداهمون. ايه داهموا طبعاً داهموا، الكل ينتبه على المكان اللي عم يدعس عليه. أنت مو قلت قبل شوي إنه نحن رح نتحرك مع آل فشل يا أخي؟ أنا عم أقول لو نعرف شو منقدر نعرف، بس خلينا نتحرك لوحدنا. أنا بعرف شو بقدر أعرف، وإنت عارف شو بتقدر تعرف، ومنشوف شو رح نعمل بكرة الصبح. عمي، إذا بتسمح لي خليني اهتم بقسم مع مين وكيف دخلوا القنبلة على الفندق. أنت ما حتهتم غير بهي البنت اللي بقيت جوا وبس ابني، فهمت علي؟ هديك البنت أنقذت حياتي، وأنت رح تدفع ثمن هذا الشيء. وإذا أنا ما سمحت أنت ما بتتركها وبتضل قاعد فوق راسها ليل مع نهار، فهمت؟ بالضبط، أساساً خليت شخص بفريق مسرح الجريمة يفحص القنبلة. تمام، أنت لا تشغل بالك أبداً، خلي راسك مرتاح أخي. يلا صهر، بروح أنا كمان؟ لا أنت لا تفارقني ابني. هذا المزبوط. بنتي، أنا بكرة بتصل بأمك،
ورح أقول لبنتك هي بنتنا كمان، ونحن منحتاج بعض المساعدة عنا بالبيت، وتأكدي ما رح أبعتك لأي مكان قبل ما تتعافي بشكل كامل. خديجة، نحن في عنا شغل هلأ، خليكي هون إذا بدك. تمام، انتو اهتموا بشغلكن. تمام خديجة. رايحين. شايفين هالشي يا الياس؟ بس ممكن نعرف لوين انتو رايحين؟ لعند عائلة فشلي. نوّس عليهم؟ رح يصير هيك شي يوم، بتمنى. ليش مقعدين البنت هيك أمي؟ تركوها بقى وخلوها ترتاح. أنا منيحة أخي خضر. إيه أنت منيحة بنتي منيحة، بس لازم ترتاحي. خضر معه حق. ميني، خدي أوزلام على غرفتها لفوق. تمام أختي، تصبحوا على خير. تلاقي الخير يا روحي. خديجة، إذا كنتي رح تروحي على البيت خليني وصلك بطريقي. ماشي ست أمينة. وانت هلأ تجاوزت محنة كبيرة يا ابني، انت منيح؟ اللي عم تحس بشي وجع؟ تع تع عد جنبي هون. أنا منيح أمي، ما فيني شي. سألت تيبي عن طوفان، قال مو جنبي وبوران والبقية بالمشفى. وين بيكون هاد بهيك يوم؟ ما نهون وما نهنيك. أنا قلت له الساحة مخربطة وما يتفتل فيها أختي أمينة. أنت اللي قلت له وهو سمع كلامك عن جد؟ إيه، يلي بيحبوني بيسمعوا كلامي. مين قصده؟ قصده علي يا ستي. وأنت سمع كلامه، شو ما بتحب عمك؟ بلا بحبه. واحد محتال. امشي ابني امشي. عمي لوين؟ شو دخلك ولا؟ قال عمي لوين؟ تمام عمي تمام. بابا لوين؟ تيبي ناطرني، بدنا نخنق واحد. عدنان مرني يا اخي. ما بتتحرك من قدام الباب تحسباً لأي طارق. أمرك، لا تقلق. خالتي يلا منشوفك بكرة. ماشي. تصبحي على خير. تصبحي على خير خيري يا خان. تصبحي على خير. يلا. يسلم صديقي، لأنك فكرت فيني بمثل هيك يوم انبسطت كتير. ما كان هدفي إني أبسطك يا تيبي، بس أنت اللي بتعرف البيت. وزا يا روحي، يعني
كنت بتقدر تطلب العنوان بس مو هيك؟ يعني بالنتيجة تصرفت بلباقة. تمام تمام، من أي جهة بدنا نروح هلأ؟ ساكن ببيت فكرات، اللي كان ساكن فيه هو وعزابي. في أشخاص قدام الباب؟ وشو رح يصير إذا كان فيه؟ يعني رح نفوت لجوا بهدوء ولا بصوت؟ عم اسأل لهذا سبب تيبيه. من حل أمري اللي برا بهدوء وخلص، أنا بخلي رأفتي إن لما بفوت لجوا. بابا، الزلمة بيقعد على الطاولة، بدنا نعطيه تفقد الصبح يا خضر علي. منقول خاف وراح على مرسيليا، شو رح يصير يعني؟ لك انت وين عقلك هلأ وانا وين عقلي؟ لك تيبي وين عقلك؟ الكل بخير يا الياس؟ خير، ايه كلهم بخير. اكيد انت حكيت مع اخي بالموضوع. ايه حكينا. انا قلت لازم خبركم باللي قاله تحسين، وللأسف بالنهاية نحنا اللي وقعنا هاي المصيبة الكبيرة فوق روسنا كلنا. الكل محقوق، لهيك اجتمعنا لحتى نلاقي حل. يعني مع الأسف أنت معك حق بكل شيء قلته. بالنهاية أنتوا اللي خليتوا آل سيفيري مصيبة كبيرة على رأس كل الطاولة. أنتوا عائلة فشلي، مشان هيك نحن عم ننتظر لحتى تلاقوا الحل. شو العنوان أو التليفون أو الاسم؟ الحكي بهذا الموضوع سهل كثير يا الياس، بس بتعرف الموضوع مو واقف عند عائلة سيفري. بصراحة بعتني ابن عمي حشمت لحتى التقي باللي اسمه مسعود. هني عم بيعترفوا بالانفجار وهني عم يتحدونا وما في عندهم أي مشكلة بهالشي. هني قصدن الكل لأنه ما حددوا حدا. تمام، نحن فهمنا شو قصدك يا تحسين بيك. وقدرتوا تعرفوا يا ترى شو طلبهم الأساسي؟ والله طلبهم الأساسي يا غالي إنه نقتلكم كلكم. وانت ما جاوبتهم، لو قدرنا كنا عملنا هالشي من زمان، بس ما عنا الجرأة. ايه نحن عطيناهم الوعد، وعيلتنا من المستحيل تخلف بوعدها، وإلا قتل آل شاكر بيلي ما بيستغرق معنا أكتر من دقيقتين. أهلا وسهلا الياس. أهلا فيكي. منيح انه ما حدا فيكم صار له شيء. ايه كلياتنا مناح. كنا عم نحكي بشي يا امور، وانا منشان هيك اجيت بهزات، لانه خطر ببالي شيء. شو اللي خطر ببالك يا امور؟ اليوم الماضي لما ودع تحسين زكي قبل ما يروح من هون، زكي قدم عرض مهم لأخي تحسين. طالما أنت سمعتي كل هاي الأحاديث، أكيد بتكوني سمعتيني لما سكرت له تمه. سمعت يا أخي تحسين، بس يا ترى شو هي يا ترى؟ اختصري، خبرينا شو كان العرض.
قال رح اقتلكن كلكم، وقال لي بحبك كتير، يعني إذا ضليت واقف جنبي ما حدا من عيلتك رح يتأذى. شو رح قال له يا بهزات؟ وانت شو قلت؟ تحسين قال أنا من عائلة فشلي، لزام حدك ولا تنسى مين أنا. طيب وبعدين شو صار؟ قلي لي شو الشي اللي خطر ببالك أمور. هذا زكي من المستحيل يقدم عرض لأي حدا عن عبس، واضح أنه عم يحاول يختار أشخاص بعناية لحتى يدعمه. لهيك عم اتساءل إذا أخي تحسين بعد هذا الانفجار وطبعا العرض يلي قدمه مسعود رح يقول عيلتي رفضت عرضكن، بس أنا رح ضل جنبكن ضد الباقيين. مستحيل. أنا بعرف تحسين هنن ما رح يصدقوني ابن عمي، لأنه بهزات والياس بيضلوا عم يتناقروا. قلت أكيد بيصدقوا بهزات أكتر، مو هيك يا بهزات؟ يا أخي أنت بتعرف منيح أنه في أساس قديم لخلافي معه. ليش لحتى يصدقوا كلام تحسين بلا سباب؟ بس على قليلة أنا عندي اقتراح لحتى نحل هذا الموضوع. عندك أي شيء يا بهزات؟ أنت ما بتعتبرنا مثل عيلتك يا الياس. روابط عيلتنا مستحيل تسمح لنا نخون ونطعم بظهر بعض. أمور قالت اللي ببالها بس لأنها سمعت شو الحديث اللي صار بالصدفة. يعني لازم نتجاوز كل هذا يا أخي. والأخبار اللي إجت من موسى بتقول إنه عائلة سيفري تشتتوا. شو قصدك تشتتوا؟ يعني هن هلأ ما رح يضلوا بالأماكن اللي كانوا يتواجدوا فيها. بس موسى من وين عرف كل هذا الكلام؟ بدك نوثق بخبرية جابه وهو عم يعمل قهوة ويطحن بن؟ ونحن كمان سألنا بكل الشوارع، بوران خبرنا كمان بنفس الأخبار اللي قلتها هلأ، مختفيين. طبعا يمكن أنتوا عندكم شي مستودع سري عم تخفوا عنا بس سلمتوهن ياه. أنا مو متأكد. هني أعلنوا الحرب علينا حتى لو إجباري عنا، فلازم نكون معكم.